السلام عليكم، شلونكم؟ كيفكم؟ حالكم؟ احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا ربع. بدي احكي لكم موضوع اللاجئين السوريين بهالمنطقة هاي كلياتها، يعني حوالي سوريا حتى وصولا لمغرب اللي منعت تدخل عليها سوريا، مالنا فيها خليج كمان منعت. نحن كسوريين عامة، كشعب كردي خاصة بشكل خاص، يعني هلا برضه موجودين سوريين بلبنان، موجودين يعني في اهانات في كل شيء كذا. المهم بأردن ما في اهانات، مصر كمان ما في اهانات، بعد مشاكل لا يخلى الامر منها. ماشي، مثلا مصر ما سمعنا انه تم اغتصاب سوريا، مثلا بلبنان يمكن في اي قصص، سمعنا اي قصص مثلا اهانات وكذا والى اخره، ضربوا سوري وكذا الى اخره، في مشاكل هي. بأردن كمان ما سمعنا اغتصابات كذا، متاجرة كذا إلى آخره، قصص تانية فيه. إذا رحنا على تركيا، تركيا وحيدة عم تعطي الرواتب للاجئين سوريين. أنت بجوز تقول لي والله تركيا بتدفع هاي الرواتب من الأمم المتحدة، ما كل الدول بتجيها من الأمم المتحدة للاجئين السوريين. أتكلم موضوعي، أنا موضوعي شغلة تانية. شو هي شغلة تانية؟ نحن نحن كشعب مثلا الكردي لوين اتجهنا؟ مثلا بشكل اغلبيه وكذا اتجهنا الى اقليم كردستان. ماشي، اقليم كردستان العراق رحنا لهنيك، ايه تعودنا لهنيك اكثر من 250 الف شخص او اكثر من 200 الف عائله، المهم وصلوا لهنيك. هون شو صار؟ انه مساعدات بتجي من كل الدول، مو كل الدول، اغلب الدول كانت تبعت مساعدات للاجئين سوريين تحت المسمى او الكرد سوريين او ايش ما بدك. المهم كان هن بيقولوا بيكتبوا على يوتيوبات على كذا على كذا انه نحن في عنا اللاجئين بحاجه مساعده، والعالم كانت تبعت اي مساعدات. هاي المساعدات كانت تجي ما كانت توصل 1% للاجئين، 5% كان يتوزع بشكل تاني. كيف هو الشكل التاني؟ يعني واحدة حلوة، واحدة مكياجة، واحدة فينا تعمل كل شيء، كل شيء اللي بيخطر على بالك، هاي الواحدة بتوصل على المساعدات. اما واحد مثلي مثلك انسان عادي مواطن عادي ما بيحصل على شيء. وشغلة تانية، المسؤولي الاحزاب المجلس الجزراوي ما يعرف بما على اساس انه مجلس وطني كردي، هذا المجلس كان بيحصل على الرواتب وعلى مميزات كثيره. ليش؟ انت راح تقول لي ليش؟ هذا مجلس لانه ايش ما صار عليك انت هنيك، انت ككردي ايش ما صار عليك، يعني اغتصبوا لك مرتك، بنتك، اختك، بعيد الشر عنكم طبعا، ايش ما صار عليك عادي، يعني عادي ما في مشكله. يعني في بعض المرات مثلا 6 أشخاص اغتصبوا طفلة عمرها 15-16 سنة، 6 أشخاص، 2 منهم بيكونوا أخوة، ما انحكموا 3 أشهر، الله وكيلكم، عطوا يمكن 10,000 5,000 15,000 لأهل البنت، إيه وسفرون على أوروبا، هيك سمعت، ما بعرف إذا صح ولا مو صح، يمكن صفون أو كذا ما بعرف. المهم في قصص وروايات كثيرة، أكثر من 37 امرأة بالغة راشدة تم اغتصابها في اقليم كردستان، ما حدا حكى عنه او حدا سلط ضوء على هالشيء. يعني ما في لا اكراد سوريين سلطوا الضوء على هالشيء، لا الاوروبيين، لا حكى، ما حدا حكى فيه. يعني بنت عمرها 13 سنه تم اغتصابها من قبل صاحب الفرن، منطقه فلانيه، تاريخ فلاني، 37 هذول بالغين راشدين، اطفال ما القصر يعني اللي عمره الأقل من 18 سنة، في أكثر من واحدة صار معي. دولة ما كانت حط حد لهالانتهاكات هاي. مثلا في واحد ملازم أول، هو يعني ضابط بالمخابرات وكذا، ضابط بالشرطة وما بعرف أمن وإلى آخره، هذا بيربي بده يعتدي على واحدة، بتصرخ كذا إلى آخره، بتسمع جوزها بيجي بيقتل 2، بيطلع
كأنه ما في شيء، ما صار شيء. عائلة من قوم مشلي اشتروا بيت بديعة مش ما يدفعوا إيجار، لأنه شغل سوريا باينة مطولة يعني، وما فيهم يرجعوا يعني، وما في حياة، ما في يعني أدنى حياة ما في بسوريا مثل ما بتعرفوا كلياتكم. هذول يجوا اشتروا عرض واشتروا بيت وكذا، بيجي ابنه لصاحب البيت يعني بيقول انت ليش اشتريت بيت ابوي؟ يا زلمة انا اشتريت منه وكذا والمحل وكذا. خايب راجعوا ما في مشكلة، وقت مصاري براجعوا. لا، بدون مصاري بدك تطلع. بطلع ما بطلع كذا، قتلوا زلمة، راحوا قتلوا الاولاد ومعمرهم كمان ما الحكم يعني، لازم ينحكم مثلا 3 سنين، خيو 5 سنين، خيو شهرين، والله يمكن 3 شهور تم بسجن، 4 شهور 5 شهور هيك شيء، أكتر هيك ما في. هدول كانوا من قومش. ايه هاي قصص كتيرة وهاي انتياقات كتيرة، كم من هاي من انتياقات. اتركني من هالحكي كليات، ابسط امور بيقول لك انت سوري يا زلمة، انا كردي يعني بسوريا كانوا يقولون لك كرد يعني، بشو عمرك كنت تشتغل مثلا بحلب حمص بلاطقية وين ما بدك تشتغل، بيقول والله انت كردي اكراد هيك يعني، بيحكوا انه شباب اكراد مثلا، هنيك بيقولوا لك انت سوري يعني، ما بيعتبروا. ممكن تسمع انه والله هذا نوري، هي النورية، نوري نوري نورية قرش يعني، هيك بيحكوا. هل كمل هاي من الانتهاكات؟ ما حدا حكى فيه ولا حدا جواب سيرته ولا حدا قال ليش هيك عم يصير مثلا. ليش؟ لانه التطبيع اللي صاير لمجلس المكنسة يعني مسلم الامور كلها، ايش ما بدكم اعملوا عادي ما في مشكلة، المهم انتوا اخر الشهر اعطونا الراتب. والاولاد هدول المجلس المكنسة كل واحد عمله 5-6 صفحات هربجي مولا برزوني، هربجي يعني بيت برزوني، تحية وبيت برزوني، خيو تحية وبيت برزوني ما في مشكلة، بس في شيء ثاني لازم نحيه معه كمان يعني. ما بصير هلا اذا جينا قلنا ولا فلان لحاله يحيى والباقي بالناقص يعني بالحفظ يموتوا يعيشوا ما في مشكله. هلا مخيم، في مخيم بردرش اسمه مخيم بردرش، هذا المخيم ما فيه ادنى 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 شيء بالحياه يعني. اداره مخيم متفقه مع يعني واحد مسؤول بالمخيم متفق مع السوريجو تبع مي، سوريج تبع مي مخرب البطاقات ما بيشغل مي، عاد انت روح اشتري مي، بتجي كل شهريا يعني بتجي مونة وكذا للمخيمات على اساس ما يعادل يعني تقريبا 300,000 دولار بينبعث له يعني. الاداره بتصرخ ما حدا بيحكي يعني، لا تلفزيون بتروح بتصور لا كذا. في كادر هذا قناة روداو هي شهيرة قناة على اساس بتحكي صراحة وكذا، روح صورهم وكذا، أخذ من الإدارة شيء 43,000 دولار حط بجيبته ومشي، لا طالع على التلفزيون لا شيء، على صار تبكي إنه ما عنا أكل ناكل يعني. أنت زمن هالمرض هذا صار، لا أكل لا شرب لا ماي لا كذا لا حياة، كهرباء مقطوعة 48 ساعة من أصل 24، ما في أدنى يعني أدنى، وبتجي ملايين الليرات يعني. من هذيك السنة لحالهم إنه يزعوا على التلفزيونات وكذا انه 22 مليون يورو انبعت من الاتحاد الاوروبي للاكراد السوريين اللي موجودين في اقليم كردستان، ما اعطى شيء لحدا، بيعطوا لكم واحد مسؤول مثلا ابن حرام هن بياخذوا، غير هيك ما في حدا ياخذ شيء. الشعب مسكين مثلا هذا ميت من جوع يعني. انا بتمنى يتم تسليط الضوء على الموضوع هذا يعني، اكراد سوريين منتهيين خالصين يعني. هلا ممكن انت تقول لي مثلا ليش ما بيرجعوا على بلدهم او كذا وكذا، والله حقك انه يرجعوا. طيب وين بدهم يرجعوا؟ مين عم بيحكم هذا البلد؟ مين موجود؟ وين في قانون؟ وين في سلطه؟ وين عن مين بدك تشتكي صار معك مشكله مثلا؟ في قصص كثيره يعني بسوريا، الوضع مو مطمن ابدا، والكل يوم على الخراب اكثر، كل يوم على الخراب اكثر يعني. وهدول حياتهم يعني بالخطر يعني، في عليهم خطر صدقا، واحد ما بيسترجع يحكي كلمه، لانه مو الحكومه هي عم تدير الموضوع، موضوع اللاجئين هنيك، لا في مجلس
مجلس هذا اللي مسمي حاله مجلس وطني كردي، انا مسميه مجلس جزروي او مجلس مكنسة يعني بالاحرى، هذول لانه ما سووا شيء للجزيره كمان. المهم هذا مجلس كله بيتكون من مين؟ من منطقة واحدة يعني من ديريك من دربيسي من قومشلي، أعضاء القيادة تبعيته وعندهم يعني بجزيرة منيحة الوضع منيح يعني أحسن أشوى من كوباني وعفرين مثلا، أمور ماشية وما دخلوا لا بكوباني لا غير كوباني. بس في عنا بعد حمير بكوباني ماشيين وراء المجلس، هاي كمان مشكلة يعني عاد لازم الحلة، ما بعرف شلون بدنا الحلة. ماما أنا بتمنى يتم مشاركة هالفيديو على أوسع نطاق ممكن ليتم يعني شي واحد يعرف شو عم بيصير. يعني حرام يعني أكثر من 40,000 مواطن سوري كردي سوري أو سوري كردي مو مشكلة، خيو أكثر من 40,000 مواطن هلا بردرش ما في عندهم ماي يشرب، ما عندهم أكل، ما عندهم خبز، ما عندهم شيء، يعني حياة منتهية خالص. بتمنى يوصل هالصوت يعني صوت الفقراء. لو واحد حكى معي من شوي قال والله في ناس هون ما عنده أكل يعني من أسبوع أسبوعين يعني عم تأكل ما بعرف شو. المهم قصة طويلة، بتمنى يتم تعميم هذا الفيديو في جميع أماكن، بتمنى من القنوات الشريفة اللي بتهم الشعب السوري يعني تحكي بهالموضوع صدقا. وشكرا لإصغائكم أيها السادة والسيدات، وقد كان معكم أبو جورج، تحياتي لكم، شكرا.